لهذه العمامة شروطا، وهذه الشروط منها ما هو مختلف فيه ومنها ما ليس بمختلف فيه فيما نعلم. يشترط في المسح على العمامة أن تكون محنكة، وذلك أن يدار بعض أجزائها تحت الحنك. ودليل هذا الشرط ما يأتي: أولا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتلحي ونهى عن الاقتعاض، والنهي عن الاقتعاض هو المسح على العمامة دون أن تدار تحت الحنك كما هو مفهوم الأمر بالتلحي. الدليل الثاني أن هذه العمامة هي عمامة المسلمين، فقد تعارف المسلمون على وضع جزء من هذه العمامة تحت الحنك. الدليل الثالث أن وضعها تحت الحنك فيه علة المسح على العمامة، وهي المشقة، فمشقة نزعها تجيز المسح عليها. القول الثاني أنه يجوز أن يمسح على العمامة دون أن تكون محنكة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، وهذا مطلق فيشمل أي عمامة، كما في أمره عليه الصلاة والسلام للسرية بالمسح على العصائب، والعصائب كما سبق كل ما يعصب على الرأس. وأما ما استدل به فإن هذا الحديث المذكور أولا لا يعرف له مستند، ولا يعرف من رواه من أهل الحديث، وإنما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث. ثانيا، إن قولكم بأن هذه هي إمامة المسلمين لا يمنع أن يمسح على إمامة لا يلبسها المسلمون، حتى ولو كانت إمامة يلبسها أهل الذمة، وذلك لأن أهل الذمة كما نقل ابن قدامة، ذلك أن أهل الذمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنكون، فكونها إمامة أهل الذمة لا يدل على عدم المنع، فيجوز له المسح ويكون آثما بالتشبه بالكفار، كما لو لبس الحرير وصلى، وكما لو صلى في أرض مغصوبة، فإن صلاته تصح مع الإثم على القول الراجح. أما قولكم بأن علة المسح هي مشقة النزع فلا نسلم بهذا لعدم وجود نص صريح لهذه العلة، وهي علة مقبولة لكن لا يحصر الحكم فيها، وذلك لأن هناك علة أخرى وهي علة وجود الضرر ولو سهل نزعها، وذلك كأن يعرق الرأس في شدة البرد، فلو سهل نزعها لتضرر، ولا شك أن هذا مقصود في المسح على العمامة.